مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من امام مركز حماية الطفولة للفتيات الفداء مير السلطان. احنا الان كنتواجدوا من امام مركز حماية الطفولة. هاد الشابة تلاقينا بها وكانت معها احدى فاعلات الجمعويات اللي حكات لنا القصة ديالها، ان هاد البنيته كانت من رحلة عينيها تقريبا ملي كانت عندها في العمر ديالها 3 سنوات، وهي كانت في المركز ديال الطفوله ديال بناني. من بعد ملي دارت 11 سنه جابوها لمركز حمايه الطفوله للفتيات. ملي كملات السن القانونيه اللي هي 18 سنه، وهذا هو المشكل والاشكال اللي كاين، واننا كلنا خاصنا نوقفوا قدامه وخاصنا نتكلموا عليه وندعو عليه فاعلات جمعويات ومحاميات وقاضيات ديال الاحداث، ان المشكل ديال هاد الفتيات ملي كيكملوا 18 سنه خاصهم يخرجوا من المركز، لان هذا هو القانون. ولكن السؤال هو فين غيمشيو هاد البنات؟ تخيلوا معايا ان اغلبيه هاد الفتيات ما كيكونوش عندهم والديهم، ما عندهمش فين يمشيو، كتقضي 18 سنه او 16 سنه داخل المركز، ولكن للاسف ملي كتكمل السن القانونيه خاصها تخرج من المركز كيتم بزج بها في الشارع، كتعرض للاغتصاب، كتعرض للضرب، للعنف، للاحتجاز، لجميع انواع العنف، لا اللفظي لا الجسدي لا النفسي، وكيبقاو في الشارع وكيوليو عندنا امهات عازبات اللي كيولدوا لنا بدورهم اطفال، كيجيو الخيريات وكيعاودوا عاوتاني نفس القصه ونفس الحكايه. هاد الشابه للاسف عندها مرض العي، ما كتقدرش تدوي مزيان، ما كتقدرش تنطق مزيان. حاولت انني نتواصل معها وحكات لي ايضا الحكايه ديالها بشويه بشويه، ان كاينه واحد رئيسه ديال الجمعيه كتجي لهذا المركز ديال حمايه الطفوله وكتعزل الفتيات اللي كيكملوا 18 سنه وكتمشي وكتخدمهم، كتقول لهم غنديهم يخدموا خادمات في البيوت، ولكن للاسف كتستغلهم، كديهم يا اما لدارها يا اما لاحد اقربائها، كتخدمهم، كتعنفهم، كتضربهم وتجري عليهم للشارع. من المسؤول على هاد الناس وخصوصا الفتيات؟ شكون المسؤول عليهم؟ اشنا هو الذنب ديال هاد الشابه؟ اللي انا باقي كنشوفها طفله، باقي كنشوفها طفله، راس ديالها مضروب، فيها القمل، فيها 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 الصيبان، فيها الرائحه كريهه، ما عندها لا فين تمشي لا فين تجي، المحطه فقط كتشي المحطه اولا كتجي كدور حدا المركز ديال حمايه الطفوله لانها كتعتبره دارها. بحال قلتي انتيا في داركم وتخاصمتي معاهم، كتجي مره مره كدوري باش كتشوفي كتحسي بداك صراحه ما قدرتش نكمل، ما قدرتش نكمل، لان هذا الشيء مؤسف وهذا الشيء كيضر في القلب، لانهم هادو بنياتنا وحنا مسؤولين عليهم. هذه مسؤوليه ديال المسؤولين، خاصهم يديروا حل، ان ما يمكنش ملي شابه عندها 18 سنه فين غتخرجها؟ غتخرجها للشارع، الشارع راه عمر، الشارع راه عمر، وجمعيات حقوق المراه وحقوق الطفل والمجتمع المدني حتى هو عيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اشنا هو المصير ديال هاد الشابه؟ بغينا نعرفوا مصيرها فين غتمشي. المركز بطبيعه الحال ما غيقدرش، ملي كملت 18 سنه بعد الجمعيه دارت لها تمديد ديال سنه، واخا ماشي قانوني خلاتها في المركز تكملت 19 سنه، هي الان عمر ديالها 4 شهور وهي في الزنقه، كملت 19 سنه 4 شهور وهي في الزنقه، 4 شهور وهي في العذاب، وهي كتعرض للتحرش، ربما الاغتصاب، ربما هي ما كتقدرش تعود بزاف، ما عندهاش والديها، ما كتعرف حتى شي واحد. اشنا هو الحل ديال هاد البنيته؟ بغينا نعرفوا اشنا هو الحل. حنا الان غنقوموا بالاتصال باحدى الجمعيات باش تقوم بالتكفل بها، لانني انا ما نقدرش نمشي ونخليها في الزنقه، ضروري خصنا نعيطوا لاحدى الجمعيات باش تكلف بها. وهاد رئيسه الجمعيه خاصهم يعيطوا لها وخاصها تحاسب الا كانت فعلا كتقوم بهاد الاعمال، اللي كانت فعلا كتستغل هاد الفتيات. الله يحسن العون، كاد الفقر ان يكون كفرا. كنتمنوا من المسؤولين، كنعاود نوجه نداء للمسؤولين، انا ما عرفتش شنو غندير، انا لقيتها في الزنقه، الحل الوحيد انني غنحاول نتصل بالجمعيات ديال حقوق المراه، ديال حقوق الطفل، ديال حقوق الانسان، باش يحاولوا انهم يجيو ينقذوها، لان ليله اخرى في الشارع راها ليله ديال العذاب، ليله ديال الاغتصابات، ليله ديال الضرب، ليله ديال العنف، ليله ديال البرد. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هي الان مسكينه هي حدا المركز، كدور حدا المركز، كتشم فيه الريحه، راه حياتها كلها، حياتها كلها وهي كدور هنا في المركز. بنتي شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ عتيقه. كتعقلي على شي حاجه على داركم، على عائلتك؟ شكون جابك الخيريه؟ كتعقلي؟
ما كنسمعكش مزيان. دفعاتك وجرات عليك ضرباتك نعم للاسف الصوت ديالها ما غيكونش مسموع بزاف، لان كما قلت لكم عندها العي ما كتقدرش تهضر بزاف، ولكن قالت لك ان رئيسه الجمعيه ضربتني ودفعتني وجرات عليا وقالت لي خرجي لبرا. سميت اللي قدرت نسمع انها كتقول سميتي عتيقه، عتيقه الان هي مسؤوليتنا جميعا، عتيقه الان راها في الشارع وغتبقى في الشارع الا ما درناش ليها حل. مهدده كما قلت لكم انها تغتصب، انها تموت، انها ما لاقيهاش ما تاكل، ما لاقيه ما تلبس. فكنطلبوا من المسؤولين انهم يديروا حل لهاد، لان باقا كنشوفها طفله صراحه، كنشوفها مازال طفله. حنا الان غنقوموا بالاتصال باحدى الجمعيات باش نشوفوا اشنو هو الحل اللي ممكن ان نديروا. ما كايناش عتيقه، كاينين عتيقات، ما كايناش غير شابه وحده في الشارع، كاينين شابات في الشارع، كاينين قاصرات في الشارع، قاصرات اللي كيكونوا حاملات، اللي كيكونوا كيتعرضوا للعنف، كيتعرضوا للاغتصاب، كيتعرضوا للضرب، كيتعرضوا لاي حاجه ممكن تخطر لينا على البال وماشي ممكن تخطر لينا على البال، لانها الزنقه هذه. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله، اللي لقاو فيه عتيقه انها دخلت لشي دار، انها خدامه، انها كتقدر تعيش بوحديتها.